لو استمعنا إليك فإن البلد سيكون مفتوحا والملايين من الأشخاص كانوا سيموتون، ليس 100,000 شخص واحد يموت هو أكبر ممن نستحمله. إن هذا خطأ الصين عندما تتحدث عن الأرقام، لا تعرف عدد الموتى في الصين وروسيا والهند، أنت لا تحصل على أرقام دقيقة. ولكن لو نظرت لما قمت به، قمت بإغلاق الحدود، قلت إنه يكره الأجانب وأنه عنصري، لم ترغب في إغلاق البلاد، لأنك كنت تعتقد أن الأمر فظيع. ما كان لك أن تغلق البلاد لشهرين، قمت بذلك في وقت مبكر. وقال الدكتور فاوتشي أن رئيس ترامب أنقذ الآلاف من أرواح الكثير من الحكام الديمقراطيين. قالوا أن رئيس ترامب قام بعمل رائع، تعاوننا. حقيقة حكام الولايات يقولون أنني أنجزت عملا رائعا، أغلبهم يقولون ذلك. الأشخاص الذين ما لا يدعمونني قالوا ذلك، الرئيس ترامب أنجز عملا رائعا، قمنا بذلك، حصلنا على الألبسة الواقية والكمامات والأجهزة التنفس الصناعي، ونحن على مقربة من الحصول على اللقاح. عدد الموتى ينخفض، أنجزت عمل رائع. لم أفعل ذلك بسبب الإعلام الكاذب، ليس إلا هم يغطون تغطية جيدة ويسون تغطيتي. ولكن دعني أقول لك شيئا جو، ما كان لك أن تفعل ما فعلناه، هذا ليس موجود في دمك يا جو.